بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف مع بيان لي ريكومبخوندر لتعلم اللغة الفرنسية، ونستأنف مع هاد الفقرة. طبعا كنا قد وصلنا في المسابق إلى هنا، وصلنا إلى الكلمات المتضمنة لي أغ يوغ إغ. أغ مثل ماردي ماردي، ثم بارتي بارتي. طبعا ماردي ماردي يعني يوم الثلاثاء. بارتي طبعا هذه بارتي، هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ بارتيغ، وممكن انه يعني حزب. كلمه جزء تتكون عندنا واحد أه. طبعا كلمه حزب تكون بدون أه، اذا ممكن ان تعني حزب. عموما بارتي بهذا الشكل ايضا تعني لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ. لوغ بارتيغ فعل انطلق او ذهب. نقول مثلا جو سوي بارتي، انا انطلقت انا ذهبت. اذا طبعا هاد بارتي تتصرف مع لوكسيليغ اتر كما ذكرنا في المسابق. طبعا لوكسيليغ اتر اللي هو لوغ اتر او بريزون. علاش سميناه اوكسيليغ؟ لانه جا باش يعاوننا على تصريف هاد الفعل. بغيت نقول انني انا انطلقت. اذا الانطلاق لو فار بارتيغ فعل انطلاقه هو الفعل الاساسي عندي في العباره. اذا اردت ان اقول بانني انا انطلقت. اذا طبعا ما يمكن لي نقول هذا الكلام الا الى جا الفعل في صيغه لو بارتيسيباسي الخاص به ونسابقوه بلوكسيليغ. يا افوار يا اتر. الا كنت انا غندي شي حاجه اخرى غنصرفو مع افوار، والا كنت انا هو اللي غنطلق بنفسي غنصرفو مع اتر. تقريبا هذا هو الفرق. ثم عندنا اوغ، مثلا سيغ، عندنا هنا اوغ سيغ. لو ميغ، عندنا اوغ ميغ اوغ ميغ. سيغ لو ميغ، فوق الحائط او فوق الجدار. ثم عندنا اغ، مثلا ميرسي ميرسي شكرا. لامير 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 يعني البحر. كاينه كلمه ميركودي كما ذكرنا في المسابق، ميركودي يعني الاربعاء. ثم عندنا لا موتو لا موتو دو بابا لا موتو دو بابا. اذا نتكلم عن دراجه، نتكلم عن دراجه الاب، دراجه الاب. اذا لا موتو دو بابا مالها؟ نيبا لا، ليست هنا. طبعا هاد لا بهاد الاكسون كما ذكرنا، بهاد الاكسون كما ذكرنا في البدايه تتعني هنا. نيبا لا يعني ليست هنا. كان ممكن نحيدو هاد النفي فنقول لا موتو دو بابا اي لا اي لا، هي موجوده هنا. طبعا هنا اش قلنا؟ نيبا لا. طبعا عندنا هنا هاد اي اللي هي اتر بالبريزون مصرفه بوحدو، هذا هو اللي تيجي بعد مرات مساعد لفعل اخر بحال لو فيغ بارتيغ باش نصرفو في شي زمان مركب بحال لو باسي كومبوزي. تيكون مركب من هاد الفعل اللي تيصبح اوكسيليغ ومن الفعل الاخر اللي بغينا نصرفوه، اللي بغينا نصرفوه مثلا في الباسي كومبوزي او في البليسكو بارفي او في لو فيتور انتيريور الى غير ذلك. في هاد الحالات الاخرى تيتغير الصرف ديال لوكسيليغ، اما هنا تيبقى مصرف في البريزون. اذا لا موتو دو بابا ني با لا، اذا دراجة الاب ليست هنا. بابا اي بارتي، هاي لاحظوا معايا هنا بارتي اللي شفنا الان، هاي بارتي. عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بارتيغ، تنقولو طبعا نقول هنا جو سوي بارتي انا انطلقت، توي بارتي انت انطلقت، ايلي بهاد اي ايلي يعني هو بارتي هو انطلق. ولكن ما قلنا هنا لا ماما اي بارتي، الام انطلقت، نضيف او لان هاد اتر تيخلي هاد لو بارتيسيباسي انه تساكورد بمعنى اخر انه يتنسق، انه يكون متوافق مع لو سوجي. كان مؤنث نضيف او، كان جمع نضيف اس، كان مذكر مفرد نحذف او اس، نحذف او
ونحذف اس. إذن بابا اي بارتي، الأب انطلق على فيل إلى المدينة. إذن مثلا نقول بابا اي بارتي على فيل أكاتخور، يعني الأب أنه انطلق للمدينة مع الربعة. إذن بابا اي بارتي على فيل، الأب انطلق على فيل إلى المدينة. ثم غونيفا افيلو، غونيفا افيلو، غوني ذهب. طبعا عندنا هنا الفيرب الي، نقول جوفي تو فا إل فا، جوفي تو فا إل فا، نوزالون نوزالون نحن نذهب، فوزالي أنتم تذهبون، إل فون إل فون هم يذهبون. ولكن متى نتكلموا غير على المفرد في الغائب؟ غوني فا، غوني ذهب، افيلو بالدراجة، بالدراجة الهوائية العادية. تيفا عندنا هنا تيفا، نقول جوفي تيفا إلفا. إذن تيفا فيت غوني، تيفا فيت غوني، تيفا فيت غوني، أنت تذهب سريعا غوني، أنت تمشي بالزربة يا غوني، تيفا فيت غوني، أنت تذهب بسرعة يا غوني. ثم مينا فا على مير افيك بابا، مينا تذهب الى البحر افيك بابا مع الاب. مينا فا على مير، على مير افيك بابا مع الاب. طبعا كما تنشوفوا بان كلمه مير تنتهي ب ار، طبعا كاين كلمات اخرى تنتهي ب ار ولكن تتنطق اي، بحالاش؟ بحال كل الافعال، مثلا لو فيغ مارشي، مثلا لو فيغ مارشي ما نقولوش انا مارشيغ، مثلا لو فيغ بارلي، لو فيغ بارلي عندو او اغ في الاخر. كاع الافعال اللي تتنتهي المجموعه الاولى عندها او اغ، تتقرا بحال لا هاد او اغ، او اغ تنطق كما لو عندنا او اكسون ايغي. نقول مارشي، بارلي، الى غير ذلك. نتكلم عن بعض الأسماء مثلا تنتهي بأو إغ وتقرأ كما لو أنها أي، مثلا كلمة لوبوشي، لوبوشي، كلمة لوبوشي إلى غير ذلك. هناك كلمات أخرى طبعا تنتهي بأو إغ وتقرأ كأي، لكن في كلمة لامير، لكن في كلمة لامير طبعا ننطق هاد أو إغ، نقول لامير. مينا فا أ لامير أفيك بابا. طبعا عندنا كلمة لامير، وعندنا كلمة، وعندنا كلمة لا لامير، يعني عندنا اكسون وعندنا واحد هنا لا مير هكذا، يعني تعني الأم، هذا رأينا في النصبة تعني الأم. أما كلمة لا لامير هذه تعني البحر وتنطق بنفس الطريقة طبعا. إذا مينا فا على مار افيك بابا. ثم ماردي، ماردي إذا نتكلم عن يوم الثلاثاء، روني نا با ايتي بولي، روني نا با ايتي بولي، يعني أن روني لم يكن بولي، لم يكن مؤدبا. طبعا نتكلم هنا عن، نتكلم أحيانا عن لا بوليتيس، لا بوليتيس، لا بوليتيس الأدب، الأدب. إذا نقول هنا بولي. طبعا أيضا كما تنشوفوا هنا نحن مصرفين إتخ، كما تنشوفوا نحن مصرفين إتخ في الباسي كومبوزي، إتخ هو المصرف في الباسي كومبوزي، وإتخ في الباسي كومبوزي تتصرف مع لوكسيليغ أفواغ. في اللغة الفرنسية لوكسيليغ أفواغ هو الأكثر استعمالا، لدرجة أنه تتصرف مع إتخ كما تنشوفوا. إذا غوني نا با إيتي بولي، إذا أن غوني لم يكن مؤدبا، لم يكن مؤدبا. لو تكلمنا على مينا سنقول مينا نا با إيتي بولي، طبعا نضيف أ هنا، نضيف أ. تنتكلموا على هاد كلمة بولي هذه تنقولوا حتى بالدارجة، تنقولوا مؤدب، مؤدبة، هذيك مؤدبة تنزيدوا حتى مربوطة. في اللغة الفرنسية نضيف هاد أ. إذا ماردي غوني نا با إيتي بولي، إذا غوني لم يكن مؤدبا. مينا
كما تنشوف هنا مينا اي بولي، يعني ان مينا مؤدبه. طبعا تنشوف كلمه بولي جاءت بعد اتخ او بريزون، كما قلنا بان كلمه بولي هذه ادجكتيف، هذه وصف، تنوصف مينا بان بولي. يمكن ليش نصرفوا هذا بولي؟ حنا تنتكلموا على مؤدب، اذا طبعا هنا غنضيف واحد او. ولي زادجيكتيف كما غنشوفوا انهم تيتبعوا الموصوف، الا كان مؤنث تيتاثروا عموما، والا كان في الجمع تيتاثروا. اذا قلنا مثلا مينا ايغوني، اذا سنقول سون بولي بانهم مؤدبون، طبعا نضيف اس، انهم مؤدبون طبعا نضيف اس. اذا عندنا هنا مينا اي بولي، ان مينا مؤدبه. ال ادي ميرسي، هي قالت ال ادي ميرسي، هي قالت شكرا. اذا مادام ان قالت شكرا اذا فهي مؤدبه. ال ادي ميرسي، طبعا ديغ ما مصرف هذا، عندنا هنا لو فيغ ديغ فاش مصرف؟ مصرف في لو باسي كومبوزي. اذا هي قالت شيئا ما، شنو قالت؟ ال ادي ميرسي، هي قالت شكرا. ثم تي افي ما بال، تي افي ما بال، هل انت رايت كرتي او هل انت رايت كرتي؟ تي افي ما بال دي مينا، قالت مينا. اذا مينا سولات واش انت شفتي الكره ديالي او واش انت شفتي الكره ديالي، تتقال بنفس الطريقه. تي افي ما بال دي مينا، تي افي، تي افي. عندنا لو فيرب فواغ او باسي كومبوزي، عندنا هنا كما تنشوفو لوكسيليغ افواغ، مصرف في البخيزون، مصرف في البخيزون، مصرف في البخيزون مع تي، اش تنوضعو بعد منو؟ لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فواغ. اذا فنحصلو على، تنحصلو على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فواغ. تي افي ما بال، انت رأيتي كرتي او انت رأيت كرتي، دي مينا، تقول مينا. هنا عندنا ديغ في البخيزون، كمان نقول تقول مينا. كان يمكن نقول ادي مينا، كان يمكن نقول هذا، ان مينا قالت في الماضي ادي مينا، كان يمكن نقول هذا، لان هادي كما تنشوفوا حتى في البخيزون تتاخذ نفس الفورما، نفس الصيغه. لا فويسي سور لو طابي دي روني، لا فويسي سور لو طابي دي روني، ها هي، ها هي، لا فويسي، ها هي، سور لو طابي، سور لو طابي، سور لو طابي، فوق السجاد. دي روني يقول روني، يقول روني. إذن هي باينة بأن سولت روني، هذا علاش روني هنا هو اللي جاوب. لا فويسي سور لو طابي دي روني. إي نو تيرمينو افيك سيز ايماج كوم نو فويون ا لا فان دو سيت باج، ثم نكمل مع هذه الصور كما نرى في آخر الصفحة. Nous prenons la première image, qu'est-ce que c'est? Nous prenons la première image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Nous prenons sur l'aula ou notre sous-el, qu'est-ce que c'est? C'est la pâte, c'est la pâte. Après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la moto, c'est la moto. Après, qu'est-ce que c'est? Après, qu'est-ce que c'est? Bédame Hada. Qu'est-ce que c'est? C'est la tête. C'est la tête. Après, quelle heure est-il? Après, quelle heure est-il? 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 Bédard. Quelle heure est-il? C'est midi. C'est midi. Et enfin, qu'est-ce que c'est? C'est le vélo. C'est le vélo. إنها الدراجة، سي لو فيلو، إنها الدراجة. نستأنف في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.